السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. ابدأي بطبقة من البيسكوت لحماية الأظفر من التصبغ والتشقق. ضعي عدة طبقات من الطلاء باللون الأبيض. باستخدام الريش القصيرة وباستخدام اللون الأسود هنقوم برسم قلب على الأظفر الأوسط. هنملأ الجزء الأسفل من القلب باللون الأسود. أيضا هنقوم بملء الجزء العلوي من الأظفر باللون الأحمر. يمتاز العلم العراقي بوجود 3 نجوم خضراء، هنقوم برسمها بحجم كبير على هذا الأظفر وبشكل عمودي. هنبدأ برسم مثلث باتجاهه نحو الأعلى، بعدها هنقوم برسم ضلع يقطع الضلع الأول و يتقاطع مع الضلع الأخير. أيضا هنقوم برسم ضلع آخر من زاوية الضلع الثاني وباتجاه الأعلى، بعدها هنقوم برسم خط بهذا الاتجاه وبالمقابل نفس الخط. طبعا هنقوم بملء كامل النجمة باللون الأخضر. باستخدام الريشة القصيرة وباستخدام اللون الأحمر هنقوم برسم العلم العراقي لكن على شكل خطوط صغيرة تزين الأظفر. هنقوم برسم نجمة في زاوية الأظفر بنفس الطريقة السابقة اللي تعلمناها. اختمي بطبقة من التوب كوت لحماية الأظفر وإعطائه اللمعان الملائم. شاركينا تعليقاتك ومقترحاتك ولا تنسي الضغط على لايك شير وسبسكرايب.